خوتي خواتاتي، كديري لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وبصحيحه جيده يا ربي. خوتي كيف ما كتشوفوا معايا اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم هذا الميني كيك بالكريمه ومذاق الموز، كيجيو لذاذ ورائعين. خليكم معايا تشوفوا المقادير والطريقه ديال المقادير. خوتي اللي غادي نحتاج معكم في الميني كيك اللي شفتوا معايا، عندي هنايا 200 غرام ديال الدقيق الفورس، عندي ساشي ديال الخميره الحلوه اللي كتوزن 8 غرام، عندي هنا جوج ديال البيضات، كاس الا ربع ديال الحليب، كاس الا ربع ديال الحليب، كاس العنبه، نص كاس ديال الزيت، ونص كاس ديال السكر سنيده. السكر سنيده كيبقى على حسب الذوق، بغيتو تزيدو ولا تنقصو. وعندي هنايا جوج ديال الموزات، وحده اللي وحده غادي نطحنها مع هاد الخليط ديال الميني كيك، وحده غادي نخليها للتزيين. بسم الله على بركه الله، غادي ندير شويه ديال المليحه اللي دائما ضروري ما كنديروها، وغادي نضيف البيض ديالي، غادي نضيف كلشي العناصر كاملين في دقه واحده، الحليب، والزيت، نص كاس ديال الزيت، نص كاس ديال السكر سنيده، وغادي ناخذ هاد الموزه نقيها ونقطعها حتى هي هنا، كنقطعها غير هكا عادي، غادي نطحنها مع هاد الخليط اللي عندي. بسم الله على بركه الله. وما قلتلكمش الليمون اللي غادي نحتاج، غادي نحتاج هاد الليمون، هادو هما هادو صغيورين اللي عندهم هاد الحفيره هكا في التحت ديالهم، هاد الحفيره هادي غادي نزينها ان شاء الله فاش يطيبوا. دابا غادي نطحن هاد الخليط هذا مزيان حتى يتطحن ليا هاد البنان مزيان، وينسجموا العناصر مع بعضياتهم باش ما ندير لكمش الضجيج. نطحن العناصر ديالي ونرجع صافي. الخليط ديالي هو تخلط مزيان، داك البنان تطحن مزيان، غادي نحيد هاد الخلاط هذا. بسم الله، وغادي نغربل الخميره الدقيق، نخلط الخليط ديالي، وهذا هو الخليط ديالي، هذا هو القوام اللي بغيت يكون عندي في هاد الميني كيك هادو. صافي، من بعد ما تخلط لي الخليط ديالي غادي ندوز دابا باش نعمر الليمون ديالي. هاد الليمون غنديرو فيهم غير نص، ما نعمرهمش بزاف باش مازال غادي يطلعوا باش ما يفيضوش لينا. غادي نعمر هاد الليمون كاملين باش ما نطولش عليكم الفيديو ونرجع معاكم. من بعد ما عمرت الليمون ديالي دابا غادي ندخلهم للفران. الفران عندي شاعل، غادي نقص ليه على عافيه مهيله ونخليهم حتى يطيبوا على خاطرهم، ونهبطهم لتحت شويه يتحمروا من الوجه، ونرجع معكم باش نكمل التزيين ديال هاد الميني كيك ديالي. من بعد ما خرجتهم من الفران هانتوما شوفوا كيجيو محمرين بحال هكا. دابا غادي نزينهم معكم بالبنان، وهاد الكريمه اللي فايته حضرتها معكم راه عندي فيديو على القناه، دابا نخلي لكم الرابط. بسم الله على بركه الله. صافي هانتوما هاد الحفيره هادي اللي عندنا في اللور ديال المول ولا في الكيك، دابا غادي نعمروها بهاد الكريمه. هانتوما على هاد الشكل هذا، ونديرو هاد طريف ديال البنان هكا فوق هاد الكريمه. نعاود نحيد وحده اخرى، راه كيتحيدو بسهوله. هاد الكريمه هادي
ما تصوبوهاش حتى تكونوا غادي تزينوا بها باش ما كت باش كيبقى القوام ديالها زوين. وحتى كنديروها فوق الكيك عاد كتقصح لينا وتشد راسها. صافي نسرحوها هكا مزيان، وناخذوا طريف ديال الموز اللي درت عليه شويه ديال الحامض، عصرت عليه شويه ديال الليمون الحامض باش يبقى لنا في اللون ديالو. صافي غادي نكمل بنفس الطريقه هاد الميني كيك كاملين، ونرجع معكم في الشكل النهائي. هذا هو الشكل النهائي ديال الميني كيك ديالي، هانتوما شوف كيفاش كيجي، وكيجي رائع. المنظر ديالهم يا سلام، غير بجوج ديال البيضات وكاس ديال الحليب كيف ما شفتوا معايا كنخرج كميه كبيره. راه ماشي هما هادو كلهم، راه ما شاء الله جاوني تبارك الله ما شاء الله 12 الحبه من هادو هكا صغار، وربعه شويه كبار عليهم. رانا غير قدمت معكم غير هاد الكميه هادي. كنتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم، وشكرا لكم على المشاهده. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.